ان انت تمثل قدام محمد دي مش حاجه سهله ابدا، عشان هو من كتر ما هو لذيذ قوي فانت طول الوقت عايز تضحك. الفيلم خطوه لقدام بالنسبه لي، اهم حاجه كانت عندي ان انا وهنيدي نقدم شكل كوميدي مختلف، بس كوميدي جدا وشكل مختلف جدا. الفيلم ده نقله كبيره في تاريخ السينما باذن الله. منورنا يا استاذ. حبيبتي يا استاذ، حبيبتي انت شد العفاريت، هنولع الكباريت، هنمهرج الليله عيد ونطيركم من بعيد. دلوقتي وقت الهبة. حاجة شغلة بالي عادي عادي لا أبالي، ما هي بايظة وأنا مالي. صنبلطة صنبلطة يلا نسوق العبيطة، تيجوا نعمل حاجة جديدة ونقول حاجة مش مفيدة. النمس مش هيسيب الانس، خليك عارف يا برنس هيجي لك من غير ما تحس. هس 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 دلوقتي وقت هبا 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 هبا. الانس والنمس. العبقري الشريف عرف يخرج من فيلم عظيم جدا زي الممر، فيلم جاد جدا، يدخل في فيلم كوميدي جدا النمس والانس والنمس. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ كلمته بعد مش الممر بقى، كلمته من بعد الجزيره 2. فانا لما شفت الفيلم شفت حصل لهم ايه، تعبوا يعني. وعملوا فيلم كبير وعظيم، فقلت له طب وبعدين؟ مش تفرفش كده وتعمل فيلم. قال لي والله يا محمد نفسي دور لي على ورق كويس. قلت له انا هشتغل. جه بعد كده دخل الممر نفس التليفون لحد ما ربنا وفقنا وهو لقط الورقه بقى. مخرج عبقري وكاتبه بشكل جميل جميل. لاول مره محمد هنيدي ياخد اسرته كده في مناسبه رسميه في افتتاح فيلم، اول مره تاخد ولادك وزوجتك. ايه اللي اتغير؟ ان انت بقيت منفتح اكتر ولا هم كبروا بقى وهم قالوا لك هنيجي؟ هم كبروا وفهموا. يعني انا وانا ما عملتش عروض خاصه، يعني اخر كان عرض خاص كان رمضان مبروك ابو العالمين حمود، فكان هم لسه صغنين، بس طبعا كبروا وفهموا وينبسطوا يعني. حبوا الفيلم قوي 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 الحقيقه. الفيلم الكبار والصغيرين حابينه جدا ما شاء الله يعني. لا 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 حبوه جدا الحمد لله. فانت دلوقتي بتواجه الكاميرات مع ناس طولك. ايوه بسم الله عليك. ايوه وبكل جرأه. بكل جرأه خلاص، ما بقاش الموضوع ده بيشغلني يا منى. مش معقول. خلاص خلاص والله. لا 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 عدينا. انت اصلا متصالح مع الدنيا من زمان. الحمد من زمان. لله من يوم مواعيد. عملته مدام وفريده. وده احمد ما شاء الله، ربنا ربنا الله يحفظك يا حبيبتي. فريده كانت نايمه باين ولا ايه؟ كانت موجوده فريده. بس انت اخذتهم كمان معاك الجونه. الجونه بالظبط. كان اول ظهور لهم بقى بالظبط، عشان كان تكريم وتكريم الحمد لله كويس، فلازم يحضروا اللحظه دي يعني. كانت لحظه جميله وحلوه. ومهرجان الجونه يحسب له اللقطات الذكيه دي قوي قوي قوي. بلغوك ازاي بقى ان هم يكرموك؟ والله البشمهندس نجيب ساويرس هو اللي كلمني. وقلت له يعني مش عارف اقول لك ايه، ميرسي جدا جدا. طبعا طبعا، وكان فرحان ومبسوط جدا وبتاع، وانا الحقيقه كنت مبسوط قوي يعني. كنت متوتر بقى وكده؟ اصل المهرجان اصلا الريد كاربت دي حاجه لوحدها مرعبه. واللبس والصوره يعني. والله يا منى انا ابتديت اتمرن على الموضوع دوت لحد ما خف مني قوي. قبل كده كنت اما كان في زحمه وبتاع كنت اتوتر. علشان احكي لك واقعه سريعه كده. بعد صعيدي في الجامعه الامريكيه، فانا رايح قاعد وهو كان لسه بيتعرض في السينما، وقاعد في بيتنا في العجمي، وانا في العجمي بنمشي براحتنا يعني منطقتنا. فخرجت اتمشى في العربيه انا وعم جوده اللي معايا عادي. وكان صعيدي بيتعرض في سينما سمر مون، حفله 9 خارجه، وكان عمرو دياب عامل حفله على البحر فيها لا يقل عن مليون شخص، ودول كمان خارجين وشافوا الواد ده وعايزين الواد ده.
قصة طويلة ودخلت في محل يا عيني وخباني وكسر، كان يوم طويل خلصنا 4 الفجر الشرطة جت وخرجت، عارفة الحاجات دي؟ فأه والله فأنا ابتديت أما أشوف عدد يعني خدت فيها فترة والله مش أقل من شهرين وبخاف. في سيندروم كده اسمه رهاب الجماهير. لو بعدين ما كنتش جماهير يعني. كانوا حوالي فوق المليون، وكويس ان واحد فيهم شالني وشفت طبعا خير من ربنا وكل حاجه، ولكن كان موقف صعب قوي. فلقيت راجل في العجمي بيجدد محل بتاعه يا عيني ملابس حريمي وكله ازاز بقى وحاجه صارف، قلت له هو فاهم؟ قال لي تعال اخبيك. طبعا كل المحل اتكسر والله العظيم. كتر خير وكتر قوي قوي. وخرجت وقتها وكان استاذ رامي لكح ومدام هاله سرحان وعمري كلهم كانوا عاملين لي احتفاليه بين حاجات كده، ورحت طبعا قعدت فيها شهرين كل ما اشوف عدد يحصل لي عدد، لكن دلوقتي الحمد لله. بس بكلم بجد والله كانت اطلالتك كده انيقه وكلاسيكيه، كنت في ابهى صوره. الحمد لله. كان لحظه تكريم احنا كنا فرحنا بيها قوي يعني، فضل الله. يعني حسيناها تخصنا. هو ده اللي هزني يعني، بعيدا طبعا الجايزه احترمها جدا وكله، بس الحاجه اللي هزتني ان لقيت نجوم مصر وانا داخل بيقفوا يحيوني بحب، فدي النعمه الكبيره اللي ربنا اداني الحمد لله. على سيره العجمي وانت بتتكلم على الحفله، قالوا لي ان انت كان واحد من احلامك ان انت تسكن في العجمي. طبعا وفعلا رحت هناك وكنت هتشتري بيت هناك. احكي لنا اليوم اللي ده اللي اشتريت اشتريت شقه ب10 جنيه والله ما باظ، وحياة النعمة الشريفة مباظ. ازاي؟ ازاي؟ هو والله 10 جنيه 10 جنيه على الترابيزة. بتمشى في العجمي وطول الوقت بتكلم في ان ربنا يسهل ان شاء الله واخد حتى اوضة يعني، فاهمة؟ ومش لازم على البحر دلوقتي يعني مفيش مشكلة. وكان بيتمشى معايا رحمة الله عليه واحد صديقي، وهو وكان معانا احمد عبد الله، وهو راجل في المقاولات ومش عارف ايه، فبيوريني حاجاته. فقلت له دي ايه دي؟ شقه كده اول دور اوضتين ولذيذه قوي. فقال لي دي هنبقى، قلت له طيب. قال لي ما تاخدها، قلت له معيش فلوس. قال لي يا عم خدها نكتب عقد باي حاجه. معاك كام؟ قلت له معايا 10 جنيه. قال لي كتب والمصحف شيل. وبعد كده قعدت كل شويه قسط له وخدتها. حلوه، بارك الله فيما رزق. جدا جدا. في مره تانية كنت بقى عايز تجيب حاجه احلى كده واعلى شويه في العجمي، وغالبا كانت المدام معاك او حد معاك. ايوه يعني طموحاتك عاليه شويه قوي. ده انا اتهورت. ده يا ستي اخويا وصديقي محمود عبد الغفار الممثل، كان في الوقت ده مدير سينما العجمي وعايش في العجمي ومسيطر في العجمي. حلو. كويس. فمحمود بيحبني عايز يخدمني يعني، فقعد انا ومراتي بنهزر معاه كده وبتاع، قلنا له ان شاء الله قدام ربنا يكرمنا نحاول نجيب فيلا صغيره كده وبتاع. قال ده في فيلا والله الناس بيفكروا ايه واحنا ما معناش تمن الفيلا. قلنا له يلا نشوفها. يلا نشوفها دي ايه الساعه 1 بالليل. فروحنا الفيلا مضلمه، فقلنا له هنتفرج ازاي؟ قال اكيد حد يعني مفيش حد موجود ولا بتاع، المهم ايه؟ طب ما فيهاش حاجه، دي حته سور فاهمني، ننط السور ونتفرج ولما يجوا الناس نتفرج من جوه بقى وضلمه. رحنا نطين وبنطوا ثلاثه. ومحمود ومراتي. والله العظيم الضلمه دي فجاه النور بينور ولقينا ناس كتير قوي بشوم. موت لحظه مش هزار. وعارف حواليك ما هم طبعا عندهم حق، الناس جايه هنا بتعمل ايه هنا بالليل؟ هم افتكروا انتوا بتصوا على البيت. طبعا يا فندم ولا حد عارف حد ولا بتاع. وضلمه. ربنا اكرمني بواحده ست كبيره الله يديها لو عايشه ويرحمها لو توفت، راح جاي مبرصت في وشي كده قالت لي يا نظري هو انت؟ قلت لها وحياة ربنا. بس انا مسكت فيها طبعا طوق النجاه هيموتونا. قلت لها انا. قلت لي استنى يا واد يا مش عارف ايه، استنى ايه استنى اوف. كلهم راحوا منزلين الشوم وانتوا عايزين ايه؟ وقلنا لها قعدنا بقى نعيط. الافيه بقى اكتشفت اول ما الدنيا نورت وبتاع بص ما لقيتش محمود صاحبي. انت فين يا ابني؟ قال لي لا انا كنت واقف بره بقى. بتأمن ايه؟ ده احنا هنموت جوه. وربنا بعت لي الست الكبيره دي، هي دي اللي انقذتني بجد، انه التانيين كانوا جاهزين على الضرب على طول. حراميه عندهم حق. الساعه 1 بالليل. والله. قالت لي يا حبيبي يا دنيا هو انت؟ بشوفك في التلفزيون. قلت لها اقعد امثل لك كل حاجه دلوقتي. والله.